كن مزارعاً، بودكاست إذاعي يسلط الضوء على الزراعة البيتية والمكشوفة وطرق العناية والاهتمام بها وأمراضها وكيف نكافحها. بودكاست كن مزارعاً عبر منصات أجيال مع المهندس الزراعي مجدي عبد الله. أهلاً بكل متابعين ومتابعات أجيال عبر منصاتها الاجتماعية المختلفة. الشجرة اللي عندي ما أثمرت، يعني عندي مانجا، عندي قشطة، عندي أبوكادو، عندي أي شجرة ما أثمرت. الجواب هو إنه عندك سببين لعدم الإثمار، بالذات إذا عدت الشجرة عمر 4 سنوات. إنه معروف أي شجرة مركبة المفروض بعمر 3 إلى 4 سنوات تثمر، طبعا إذا كانت وضعها سليم، يعني مش مصاب بأمراض فطرية ولا أمراض حشرية ولا الساق مصاب بالدودة اللي هي بتطلع برادة خشب. فعندك سببين لعدم الإثمار: أول إشي الأمراض الفطرية والحشرية اللي ممكن تصيبها، ثانيا الشجرة مش مركبة، يعني الشجرة مش مركبة، يعني بمعنى الشجرة أصل بري، فإذا كانت الشجرة أصل بري بتطول لتثمر. بمعنى الأبوكادو أنا بس ممكن أزرعها من أصل بذري، تمام، تكون عندي 10 إلى 12 سنة لتثمر، لكن إذا أنا ركبتها معمر 3 إلى 4 سنين لتثمر. فأنا بدي أهتم بموضوع خلو الشجرة من الأمراض الفطرية والحشرية، أتأكد من هذا الموضوع عن طريق مختص ومهندس زراعي، ثانيا أتأكد أنه الشجرة مثمرة، وثالثا والأهم أتأكد أنه الطقس مناسب، لأنه في كثير أماكن أنا ممكن أزرع فيها الشجرة مش مناسب الطقس فبسقط الزهر قبل ما أنت تشوفه. حتى يعني مثلا الكرز اللبناني إذا أنا زرعته مناطق دفا بسقط البرز بدون ما أنا أحس، فالمفروض أنه بده مناطق باردة، مناطق رام الله، القدس، الخليل والجولان السوري.